يعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة في هذه الأثناء اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية. للمزيد بهذا الشأن ينضم إلي من جامعة الدول العربية مراسلنا سمير عمر. سمير، بداية، من أي زاوية تعتقد سيتم تناول هذا الملف المتأزم يعني خلال اجتماع جامعة الدول العربية؟ وكيف تم الدعوة لهذا الاجتماع؟ بطلب من يعني؟ الاجتماع بدأ قبل نحو 50 دقيقة بالفعل ماجد. الطلب جاء من جمهورية مصر العربية بالأمس، وافقت عليه دولة الرئاسة الكويت وكذلك الأردن، وكذلك وافقت عليه الدول العربية، ومن ثم التأم الاجتماع تحت قبة الجامعة العربية قبل نحو 50 دقيقة بكلمة من رئيس الدورة الحالية مندوب الكويت، ثم عقبها رسالة من الأمين العام لجمعية الدول العربية أحمد بلغيت، تلاها الأمين العام المساعد السفير حسام زكي. تحت أي عنوان؟ هو يمكن أن نضع له عنوانا، هو محاولة أن يكون هناك حيادا نشطا وإيجابيا في هذه الأزمة. الدول العربية ترتبط بمصالح مركبة ومعقدة مع الجانبين، سواء مع الجانب الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أو مع الجانب الروسي الذي يمثل في هذه الحالة من وجهة النظر الغربية يعني اعتداء على الأراضي الأوكرانية، فيما يطرح الروس أنهم يدافعون عن أمنهم القومي. ومن ثم تحت هذه اللافتة محاولة خلق أو لعب دور نشط إيجابيا وحيادا إيجابيا لتلافي الآثار السلبية التي سيتحملها الوطن العربي وتتحملها الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بمجال ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع أسعار الغاز، ارتفاع أسعار القمح، والارتباك المالي الذي يشهده العالم. كل الدول العربية ترتبط بمصالح اقتصادية معقدة مع الجانبين. ومن ثم دعوة مصر وطلب مصر هذه المناقشة هو البحث في كيفية أولا تلافي الآثار السلبية لهذه الحرب، ثم البحث عن عمل عربي مشترك يحظى بدور نشط في هذه الأزمة. بعد أن ينتهي المندوب والدول العربية من إلقاء كلماتهم وذلك خلال نحو ساعتين أو ساعة ونصف الساعة من الآن، سيكون هناك بيان يلخص الموقف الذي سيتخذه مجلس جامعة الدول العربية بشأن هذه الأزمة. لكن هنا لابد من الإشارة ماجد إلى الكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ألقاها حسام زكي نيابة عنه، وهي المتعلقة بما يمكن وصفه بمحددات الموقف العربي في هذا الأمر. أشار أبو الغيط في رسالته التي ألقاها حسام زكي إلى أن الدول العربية هي أكثر الدول التي تضررت من جراء الاعتداءات والحروب وكذلك أزمات اللاجئين، ومن ثم فهم أكثر الدول شعورا بما يعانيه الطرفان في هذه الأزمة، ومن ثم التأكيد على أهمية الحلول السياسية لتلك الأزمات والبحث عن مخرج يحافظ على حقوق الطرفين. شكرا لك من جامعة الدول العربية مراسلنا سمير عمر.